اليوم خرجنا في جولة باش نحوسوا على القرشان. القرشان هذا اللي هضروا عليه الناس بزاف وشفناه بزاف، عاد يتباع في الأسواق وعاد يتباع بارتو، يتسمى في الطريق، في عاد مقصود يعني من طرف بعض الأشخاص اللي ما يقدروش يلحقوا ليه. مطلوب بزاف باسكو يقصدوا هذه أكلة شعبية من جد لجدود، من بكري تسمى صافي يستعملوها، مازالوا لحد الآن ديبي تاع سبتمبر حتى لافا تاع أكتوبر كما نقولوا، يديه تغسلوا تنيطوايه. نطفي البلوط اليابس اللي يرشى ويطيح ينطفي هذا النوع هذا من الفطريات، ياتي غير في وقت الخريف في الزخات الاولى من المطر، كي تقاس المطر غير بصح غير يبرد الحال شويه يروح هنا في الشتاء، هو الغزر تاعو ديما في الخريف. تخرج تحوس عليه والناس كل تشتهي، هذا كاين اللي كيما حنايا كاين اللي يقليه وكاين اللي يطيبوا في المرقه كيما انا اليوم تغديت به في العدس، طيبته مع العدس، كاين اللي يديروا مرقه، كاين اللي يطيبوا مع مع الزيتون، كل واحد كيفاه. نحوسوا عليها في الجبل بزاف، نحوس الدرك درك الدرك في الفولونطي، والناس لاباس عليها ويتحوس في الجبل وتجيب تبيع، دير عين كشري وتبيع.